سيستم. تتذكرون شباب احنا بصف ثالث نطيناكم الكاف والدسنية والتشيس بين والإدمة، تمام؟ تمام. اي فتوداي وي ار ديسكاسينج ا نيو سيمبتومز، يعني احنا نطيناكم البريزنتنج سيمبتومز عند كارديو فاسكولار سيستم اغلبها بصف ثالث، لكن عندنا يعني شلون نقول تكمله، يعني تكمله لها. Today we are discussing two subjects, the palpitation that we didn't discuss the last year, and the sudden cardiac death, or what is called the cardiac arrest. Today, any idea about palpitation? What is palpitation? Anybody can tell me what is palpitation? Doctor? نعم. Doctor? نعم. Doctor, awareness of heart rate. Awareness of heartbeat. Excellent. Awareness of heartbeat. يعني ما معناه شنو هذا التعريف؟ شنو يقول لي شباب؟ من يوضح لي يا دكتور؟ يعني الهارت ريت مالتي. نعم. يعني يعني ممكن يكون البيشنت عنده يعني feel palpitation and he has normal rate. تمام ولا لا؟ دكتور forceful contraction. feeling هو awareness، يعني awareness مو بالضرورة ممكن أنا الريت مالتي 70 and feel palpitation، وممكن جنابك الريت مالتك مثلا خلينا نقول أيضا 70 but يعني feel it normal. okay ف it is awareness so it is perceptional sensation، يعني perceptional awareness يختلف، يعني يعتمد على البيرسون. لا تفهمون علي؟ فاهمين دكتور. اوكي يعني معناته ما معناه انه مو بالضروره يكون بالبيتيشن معناته تكيكارديا. اوكي اوكي دكتور. اوكي او انه بريديكارديا ممكن نورمال ريت بس ذا بيشنت هاز ذا اويرنس اباوت هيز هارت بيت، يعني هو عنده اويرنس. مثلا ممكن كل واحد من عندنا بلحظة ما يحس بالبالبيتيشن لو انه خلى باله من الهارت ريت مالته. It is abnormal sensation. It is abnormal sensation and abnormal feeling. That is awareness about the sensation of heartbeat. Okay. 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 شباب بالبالبيتيشن لازم نخلي بالنا على مسألتين كلش مهمة. يعني دائما من أسوي approach to patient presented with palpitation I have to answer these two questions. Okay. لازم أخلي بالي على what significant underlying heart disease. يعني هواي يجونا مثلا احنا من نقعد بالout patient clinic هواي نشوف patients with palpitation، لكن الأهم من هذا كلياته انه I have to elicit any underlying structural heart disease. مثال من يجيني palpitation in patients with heart failure يختلف عن لما يجيني palpitation in patient with structurally normal heart. يعني واحد young healthy أو female just يعني قد يكون cause simple anxiety for example simple fear fever okay exercise. هذا يختلف لما يكون البيشنت عنده underlying structural heart disease. فI have to focus on any underlying structural heart disease. والسؤال الثاني I have to solve in patient with palpitation. I have to elicit any mechanism behind the tachycardia or palpitation. شنو معنى mechanism؟ مثل الشباب شنو ببالكم mechanism ممكن يسوي palpitation؟ structural heart disease. Hyperthyroidism. دكتور أنيميا. تمام. Ischemic heart disease هاي ضمن structural underlying heart disease. لكن الميكانيزم يا شباب الميكانيزم of يعني palpitation الميكانيزم of palpitation. إنه دكتور البريفرال تشو يعني need more oxygen or blood. Sometimes the mechanism of palpitation, سواء كانت tachycardia أو bradycardia, we have to elicit a mechanism. يعني أحاول أتعرف على الميكانيزم. ليش؟ لأن according to the mechanism, أكو specific therapies. يعني إحنا مو حكينا باللكتشرز الماضية إنه ممكن إحنا نسوي يعني electrophysiological study
مثل ما قلنا اكو كورينري يعني كاثرايزيشن، اكو بالكاثرايزيشن ممكن نسوي الكتروفيسيولوجيكال ستدي ونحدد المكان اللي تطلع منه الامبلس او الابنورمال امبلس، وممكن نسوي ابليشن صح ولا لا بالدايجنوستيك والثيرابيتيك تولز اوف ذا كارديوفاسكولار. حكينا هالنقطه ولا لا؟ اي نعم دكتور حكيناها. معرفه معرفه الميكانيزم هنا ممكن دايركت مي او دايركت اس توورد ا سبيسيفيك ثيرابيتيك اوبشن. دكتور لور ذا هرمون فيمو استروجين، شنو علاقه الاستروجين بالموضوع؟ يعني مثلا نعم كاكوزز كاكوزز دكتور الكوزز البريجننسي وان اوف ذا كوزز اوف تاكيكارديا سام تايمز. اوكي هو دكتور ان احنا نفقد الاستروجين فراح يصير عندنا تاكيكارديا بهذه الحاله. لا ما له علاقه، مو دايركت مو دايركت، يعني الاستروجين از هرمونال الانفلونس يعني تو انفلونس ذا ريت اتس نوت دايركت. اوكي زين شباب كهستيري منو ببالكم اذا جانا كيس بالبيتيشن شنو الاسئله اللي نساله؟ من يعرف اني ايديا دكتور كاركتر يعني مالت البالبيتيشن؟ نعم دكتور الكاركتر يعني انكريزينج يعني كونتينوس او هيك شيء. عافية عليك. اذا اول سؤال ات از كونتينوس اور انترميتنت، يعني هذا البالبيتيشن من يجي المريض يقول لك دكتور انا قلبي يدق كلش سريع، نقول له اوكي اوكي but it is continuous or intermittent. اوكي يعني continuous or intermittent تكون عندنا التاكيكاردياز. دكتور بدنا نسال على الريذم هو يعني شلون دكتور شلون يحس مثلا وصفه للمريض على ادق له على شيء اقول له صح regular or irregular. yes 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 excellent. ادق له على شيء، انا اعطيه مثال، اغلب المرضى يجون نوبه حج كبير او حجيه كبيره they are not clever enough to tell you. فانت تعرف مثل ما تفضلتم النقطه الاولى اعرف continuous or intermittent والنقطه الثانيه اعرف regular or irregular. انا ادق له هالشكل. دكتور ممكن يسالوا اذا كان سموكر او لا، يعني هاي بالريسك فاكتور. هسه بدنا نحكي بالريجولاريتي، بدنا نقول regular or not regular or not. يعني مثلا انطي مثال اقول له بانتظام لو هيك خرابيط يعني مثلا سريع بطيء كذا، ممكن انا اسوي له اكزامبل اسوي له ابروكسيميشن حتى البيشنت كان هيلب مي مور. اوكي واسئله ايضا اسئله وياها اذا اني اسوشيتد سيمتومز، يعني البيشنت ويا البالبيتيشن دي سي تشيست بين، اذا بالبيتيشن ويا تشيست بين شنو افكر الكوز؟ تعني اسكيميك هارت ديزيز. اسكيميك هارت ديزيز اوكي زين. اذا بالبيتيشن وصار البيشنت بوليوريا شنو افكر؟ سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. عافيه سوبرا فنتريكولار تاكيكارديا. ليش يصيرون بوليوريا؟ شلون؟ اتريونيتريك بيبتايد. عافيه اتريونيتريك بيبتايد عاشتكم. فذول يصير عندهم كاسوشيتد سيمبتومز من يجيك البيشنت يقول لك انا عندي بالبيتيشن why I have the desire to urinate. okay I have the desire to urinate so you have to go for to suspect supraventricular tachycardia as a cause secondary to release of arterial nitric peptide. زين دكتور اذا بالبيتيشن والتستين مو يقدرون نفكر همنا بالاس في تي ممكن تكون اندرلاين ديزيز الها بالمنر امبوليزم مثلا مسوي تيست عافية عليك بالمنر امبوليزم از ا كوز. وبعد نسال المريض هاو ذا اونست اند تيرمينيشن، نقول له شلون بدت؟ يعني انت الهارت ريت مالتك تزيد يوم عن يوم، لو بدت فجاه وتيرمينيشن شلون؟ يعني شلون بدت وشلون انتهت؟ لان مثل ما تعرفون شباب مثل ما تعرفون او بعد يعني احنا ما اخذناها حقيقه حتى تعرفوها، اغلب الاس بي تي يعني السوبرا فنتريكولار تاكيكاردياز اغلب السوبرا فنتريكولار تاكيكاردياز هي تبدا سدن ان ترمينيت سدن. يعني يقول لك المريض اني دكتور قاعد على غفله، اني قاعد كل شيء مبيه بالمحاضره دا اسمع ليكتشر وصار عندي بالبيتيشن. والترمينيشن ايضا ممكن شيء يكون الترمينيشن ايضا يكون يعني سدنلي. اوكي
واضحه بالنسبه لكم؟ بس دكتور ممكن هم تكون بسبب ميديكيشن تنتهي يعني ممكن هسه هاي النقطه اللي وراها هسه راح نجيها. راح نسال عن اني بريسيبيتيتنج فاكتورز، مثل ايش هاي البريسيبيتيتنج فاكتورز اللي ممكن تسوي تاكيكارديا او بالبي اكسرسايز، كافيين، الكحول اكسس اند سو اون، نيكوتين، بلوكر، كالسيوم شانل بلوكر عاده بريدي يسوي دراج، مثل ايش دراج الفا وبيتا اغونست، ممكن بيتا اغونست يس. زين ونسال المريض اذا عنده هيستوري اوف ستراكشرال هارت ديزيز. ستراكشرال هارت ديزيز يعني نساله عنده تصلب بالشرايين، عنده مشكله بالصمامات، عنده مشكله بالعضله، تمام؟ يعني نقول له عندك مشاكل بالقلب. ومثل دكتور الاتروبين، الاتروبين نعم. ممكن يسوي تاكيكارديا يس ات كان كوز، كل الانتيكولينرجيك كان كوز تاكيكارديا. اوكي هنا يا شباب، هنا يا شباب انا ما اقدر اتوسع لكم بالموضوع حتى ناخذ سيبريتلي كل سبجكت، يعني كل موضوع بموضوعه. بعدين راح ناخذ ان شاء الله راح ناخذ موضوع لاخ انه هاو يعني شلون نقول هاو تو دايجنوز التكيكاردياز البالبيتيشن سواء كان تكي او بردي. وياي شباب وياك دكتور. البالبيتيشن من القسمه دي خلوا على بالكم شباب، البالبيتيشن مثل ما قلنا اويرنس اوف ذا هارت بيت، قد يكون بريدي كارديا البيشنت وقد يكون نورمال وقد يكون تكي. دكتور تقصد اويرنس يعني مثلا لاي سوى انكونشوسنس هذا ما يعتبر بالبيتيشن؟ اي نعم دكتور اذا تقصد الاويرنس اوف هارت بيت، اذا عندنا اتريال فيبريليشن سوى مثلا انكونشوسنس يعني اللي بيقلل البلاد سبلاي للبرين بلي او قلت الستروك فوليوم، هذا ما يعتبر بالبيتيشن يعني اتريال فيبريليشن او بي اف؟ هذا نسال الوحش عندي. لا هاي 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 مو هالشكل، انت الاويرنس، الاويرنس اوف ذا هارت بيت، الاويرنس، الاويرنس اوف ذا هارت بيت قد يكون يعني بشكل هو بريدي، لكن المريض، المريض يحس انه عنده اويرنس عالي او تكي ويحس بيه. هو دكتور اقصد يعني مثلا الاي اف او الفي اف هي صحيح يعني تكي او فيري تكي كارديا، بس يعني ما يحس بيها ما نعتبره يعني بالبيتيشن، راح يصير كوما مثلا او يصير ممكن، ممكن اذر برزنتيشن يس، ممكن انه بيش تيجي تشيس بين هو تكيكارديا، مو بالضروره يقول لك اني يعني يعني sometimes the presentation that lead the patient not necessary يعني بيرسي مثلا مثل ما تفضلتم انه ممكن البيشن اتريال فيبريليشن، اتريال فيبريليشن لكن قد يجينا البرزنتيشن مالته لوس اوف كونشسنس، تمام؟ ماذا دكتور؟ اوكي اللي اقول لكم يا شباب بالبالبيتيشن احنا all the times يعني you have to suspect the tachycardias and the bradycardias. راح ناخذ بموضوع الارثميا ان شاء الله راح ناخذ انه البريديكاردياز وانواعها سواء تبدا من الساينس بريديكارديا والهارت بلوك وانواعها فيرست ديجري سكند ديجري ثيرد ديجري. وبالتكيكاردياز راح نبدا ايضا من الساينس تكيكارديا سوبرا فنتريكولار تكيكاردياز وفنتريكولار تكيكاردياز، نقسمها نسميها نارو كومبلكس تكيكارديا وبرود كومبلكس تكيكارديا. هذا التقسيم، هذا التقسيم راح ناخذه سيبريتلي كل ديزيز وشنو يصير بيه، تمام؟ تمام اوكي شباب احد عنده فد شيء براكتيكلي براكتيكال بوينتس يعني عن البالبيتيشن ما فاهمه يعني ككونسبت ك يعني اوفكم هذا موضوع مو هو ترى موضوع براكتيكال اكثر مما هو يعني ليكتشر يعني اكو نقطه ما فاهميها حتى اشرح يعني اساعدكم بها لان اذا تروح بالكتاب تقرا قد الدوخ الدوخ بالمواضيع وكذا ونعطيك المانجمنت هو موضوع يعني هو هذا سندروم يعني كل ديزيز يدخل بتفاصيله العلاج مالته بشكل معين. نسوي awake from sleep يعني wake up from sleep. Sometimes yes. Sometimes the rest is true. يعني شلون؟ إنه مثلاً نفرض واحد
مثلا سليبي وتعرض النايت ماز، يعني شلون نقول يعني يعني لسبب او اخر من يقعد ممكن يصير عنده فد، يعني شلون نقول احنا فد يعني يعني سمباثيتك يعني سيرج عالي ويصير جنس بالبيتيشن. يعني اقصد البالبيتيشن اللي قاعد من النوم قد يكون هو سبب او نتيجه، فهمت مني؟ هالشكل يعني مو بالضروره البالبيتيشن قاعده، يجوز قاعد مثلا من فت حلم مزعج او فت طريقه نوم ما مريحه، وبالنتيجه بالنتيجه يعني يعني شلون نقول يعني يعني بالنتيجه ممكن صار عنده يعني انه قعد ولقى نفسه بالبيتيشن. تمام هالشكل. اوكي اوكي بعد شباب احد عنده سؤال ما واضح؟ دكتور؟ لا دكتور يعني palpitation يعني اذا ناخذ مفهوم يعني concept عام يعني هو اي cause structural او يعني functional او يعني drug يغير ال normal rate والrhythm مال ال heart regularity يعني. نعم هيك نقدر نعتبره دكتور؟ تمام ممكن 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 يكون physiological لدرج واحد من الكوزز. اوكي 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 هسه يا شباب راح نجي لموضوع ثاني ايضا كلش مهم، احنا ما ماخذيه بصف ثالث هنا لازم نتعرف عليه وناخذه لان مهم يعني ايضا اذر براكتيكال بوينت اللي هو نسميه الكارديك ارست. الكارديك ارست يجوز كلكم تسمعون من زملائكم صف سادس صف خامس اللي داومين زملائكم الاطباء اللي هم تخرجوا صاروا مقيمين يقول لك اجالي مثلا يعني بيشنتس يعني وذ كارديك ارست اور يعني اجاني بيشنت سدين كارديك ديث، سمعون هذا المصطلح هوايه. تمام تمام دكتور. اوكي احنا هنا نريد نتعرف شباب ان هذا الموضوع موضوع الكارديك ارست. الكارديك ارست شباب باي ديفينيشن ات سدين اند كومبليت لوس اوف كارديك اوتبوت. اوكي سو اسيستول يس واحد من الميكانيزم هو بي 3 ميكانيزم واحده من هالاسيستول لكن باي ديفينيشن كارديك ارست سدن لوس. اوكي يعني نقول عليه سدن اند كومبليت لوس اوف كارديك اوتبوت يعني بعد ماكو اوتبوت من الهارت بالمره ات سدن. اوكي اند كومبليت سدن اند كومبليت. اوكي سدن اذا الكارديك ارست باي ديفينيشن عيدكم اياها مره لخي الكارديك ارست باي ديفينيشن ات سدن اند كومبليت لوس اوف كارديك اوتبوت يوجوالي ات كوز باي 3 ميكانيزم. كميكانيزم ركزوا يا شباب موضوع الكارديك ارست اكو كوزز واكو ميكانيزم هنا راح نحكي الميكانيزم هسه اما الكلينيكال اسسمنت والمانجمنت ما اعطيكم اياها هسه اعطيكم اياها صف سادس. اوكي بالكلينيكال خاطر ليش خاطر يصير عندكم الباك جراوند يعني شنو الباك جراوند يعني انتم بعد ما ماخذ ارثميه بعد ما ماخذ اسكيميا تمام ما اقدر يعني هسه اعطيك ياسي صعب عليك يعني بس مجرد بيردن عليكم يعني يعني شلون نقول يعني لود عليكم بعد انت ما فاهم الموضوع بس ركز وياي بالميكانيزم والكوزز اوف كارديك يعني ارست. اذا شنو يا شباب شنو تعريف الكارديك ارست اريد واحد يسمعني يا مره لقي sudden and complete cardiac output. عافية عليكم cardiac arrest شباب عيدها مرة لخي ركزوا وياي cardiac arrest it is sudden and complete loss of cardiac output usually it caused by three mechanism usually it is caused by three mechanism either asystole يعني شون asystole انه بعد ماكو اي contractility بالهارت. اوكي asystole or caused by ventricular tachycardia or fibrillation يعني ventricular tachycardia or ventricular fibrillation هذا الميكانيزم الثانية والميكانيزم الثالثة نسميها electrical mechanical dissociation يعني شلون يعني اكو electrical activity لكن ماكو contractility. تمام شباب دكتور عيدها بالله بالزحمة اي تمام انا راح اعيدها الكارديك ارست ديفينيشن الكارديك ارست ديفينيشن
اوكي cardiac arrest definition it is sudden and complete loss of cardiac output واضح الديفينيشن شباب واضح دكتور احد عنده فشي يعني بالديفينيشن يعني ما واضح زين ميكانيزم يعني شلون دا يصير شنو دا يصير it is either asystole asystole means no cardiac contractility so it is either asystole okay يعني دكتور absence of the contractions of heart yes there is no any contractility asystole asystole يعني flat من تخلي الالكتريكال اكتيفيتي على الهارت تكون flat okay or هاي واحد من الميكانيزم الاولى اسيستول الميكانيزم الثانيه يكون عندنا نسميه فينتريكولار تاكيكارديا او فينتريكولار فيبريليشن تمام دكتور والميكانيزم الثالثه يا شباب الميكانيزم الثالثه راح يكون عندنا الميكانيزم الثالثه راح يكون عندنا نسميه الكتروكو ميكانيكال ديسوسيشن اللي كتركو ميكانيكال ديسوسيشن اللي بين قوسين يسموها بالسلس الكتريكال اكتيفيتي يعني شون يعني انه اكو الكتريكال اكتيفيتي لكن ماكو كونتراكتيليتي يعني اكو كهربائية دا تجي للهارت لكن نو كونتراكشن دكتور وبالحالتين الاولانيات الاسيستول والفنتركولار فيبريليشن وهاي مشكلة بالكتريكال يس مو بالكونتراكتيليتي الاولاني الاسيستول بعد اسيستول يعني نو كونتراكتيليتي نو الكتريكال اكتيفيتي الفي تي الفنتريكولار تاكيكارديا والفنتريكولار فيبريليشن الميكانيزم الثانيه اكو الكتريكال اكتيفيتي لكن الفنتريكل از تاكي يعني بحيث انه يعني شلون نقول احنا بس يختض يعني ما الكونتراكتيليتي نوت افكتيف تو بوش اوتبوت تمام الميكانيزم الثالثه اللي هي نسميه الكتريكو ميكانيكال ديسوسيشن او بالسلس الكتريكال اكتيفيتي ذير از الكتريكال اكتيفيتي بس ذير از نو كونتراكشن ماكو ريسبون اي نعم ذير از الكتريكال اكتيفيتي بس ذير از نو كونتراكشن شلون نفرقهم ذولي شلون نفرقهم من نجيب الدي سي شوك لما يجينا المريض هيك عاده ذولي البريزنتيشن اهل الكارديك اريست يجي كانه ما سدن ديث يعني patient with no output, no pulses, no blood pressure. The breathing sometimes يبقى sometimes disappear. يعني تشوف انه ياخذ نفس قليل يعني يتأخر شوية البريثنج ورا البلس حتى يختفي. فمن تجي تخلي المونيتر اهل الاسيستول تلاقيه flat line. There is no any electrical activity. اهل الاسيستول. بينما اهل ال VT او الventricular tachycardia تلاقي ventricular tachycardia كلش عالية. Broad complex, bizarre shape, QRS complexes in case of ventricular fibrillation or in case of ventricular tachycardias, تلاقي broad complex, regular QRS complexes. Okay? والله دكتور electrical dissociation ما افتهمت صراحة. هسا راح نجيها دا نحكي هسا بالفيبريليشن والتاكيكارديا. الالكتريكو ميكانيكال ديسوسيشن او البلسلس الكتريكال اكتيفيتي من تخلي البدل على المريض المونيتر حتشوف اكو بلسز اكو الكتريكال اكتيفيتي يعني اكو كيو ار اس كومبلكسز تطلع لكن ماكو كونتراكشن بالهارت تمام تمام واضح شباب واضح دكتور اوكي هاي بالنسبه لموضوع الميكانيزم اوف كارديك ارست زين دكتور نعم دكتور بالكارديك ارست البيشنت ايش قد السرفايف مات يعني حصل كارديك ارست يعتمد اذا مثلا عاده الورست بروجنوسيس من ذول الاسيستول اتعسي الاسيستول اللي تشانس مال المورتاليتي مالتها 90% اوكي واللي بصفها الاقل تعاسه هو البلسلس الكتريكال اكتيفيتي وافضلهم نسبيا هم الفنتريكولار تاكيكارديا او الفنتريكولار فيبريليشن اللي هو شيء كل البروجنوسيس بيهم لكل البروجنوسيس كالاتي
عادة يكون البروجنوسيس انه يعني السكسس ريت مالت الفنتركولار فيبريليشن والفنتركولار تاكيكاردي 80% سكسس، يعني 80% يو يعني يو كان سرفايف يور بيشنت، لكن افري مينيت يو ديلي اوكي يو ويل لوز 10%. يعني اذا المريض راسا اجالي فنتركولار فيبريليشن هسه صار قدامي انا اكو تشانس انه انقذ 80%، كل دقيقه اتاخر كل دقيقه اتاخر اخسر 10% من البروجنوسيس. فهمتوا علي؟ تمام دكتور. اوكي هسه يا شباب هسه الموضوع الثاني المهم عندي ايضا اريد كوزز اوف 7 يعني كارديك ديث او كارديك ارست الكوزز مالتها اني ايديا من بباله فد شيء دكتور. بس قبل ما نروح قلت حديسي مالت تحكي حديسي شوك ايه الميكانيزم سكلتنا عشان من مثلا يا اللي تقبل دي سي ممكن نعدلها الميكانيزم ويا هالميكانيزم اللي بيحصل الفنتركولار فيبريليشن والفنتركولار تاك كاردياز لازم انطي دي سي ايميديتلي. يعني دكتور ممكن تتعدل بالدي سي والاسيستول؟ طبعا الاسيستول شلون تنطي دي سي انت ماكو اصلا اللي كتركال اكتيفيتي عندك. تمام دكتور. زين دكتور قد البيشنت تقدر وذ ستاند الاسيستول duration تقريبا جديده فيو مينيتس مو قلنا لك المورتاليتي 90%. اوكي هسه يا شباب واضحه الميكانيزم اوف كارديك اريست؟ نعم. اوكي زين ال يعني شباب واضحه الميكانيزم؟ قبل ما اعبر الموضوع احد عنده ابهام عند فد نقطه ما واضحه ايد اللي هي مهم هذا الموضوع دكتور؟ بالنسبه للالكتروميكانيكال ديسوسيشن لما نجي نقيس على الاي سي جي راح يعطينا كهربائيه طبيعيه يعني لان اكو امبلسز بس عادة, عاده ما تكون طبيعيه لكن اكو اكتيفيتي. يعني دكتور ممكن نقدر نقول بس الكيو ار اس انك هي شغاله يعني ممكن 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 بهالشكل يطلع لك it is not normal it is not normal but it is not asystol. يعني الاسيستول خط والنورمال نورمال. تمام دكتور ايش هي اصلا الالكتروميكانيكال ديسوسيشن شبيهه اللي اسيستول ريثم يعني الخلايا ماي هارت من تموت تنطي فد الكتريسيتي إلى حد إلى حد ما. أما ليش تصير هسه راح نأخذ هذا موضوع الكوزز هاي كميكانيزم. يعني دكتور إيش البرادي أسيستول؟ إيه هي ممكن إذا بقت راح تصير أسيستول إن شاء الله. أحد عنده سؤال على الميكانيزم عنده فد شي مواضح؟ أوكي يا شباب الكوزز اوف سدن كارديك ديث اور كارديك ارست كوروني هارت ديزيز اوكي كارديومايوباثي بعد كونجنيتال هارت ديزيز زين دكتور ممكن ممكن كتريكال انجري عافية عليك ممكن الكتريك شوك ممكن يس دكتور هايبوثيرمي شباب او اسكيمي حتى بسط لكم اياها حتى بسط لكم اياها دائما يعني دائما نحكي ويا المرضى فد لغه بسيطه بس خاطر نتذكر نقول لهم القلب مثل البيت القلب مثل البيت اكو نظام كهربائي واكو نظام ماء تمام واكو الهيكل السكيلتون تمام تمام دكتور الكوزز ما تكون تكون بالمي يعني بالسابلاي فاذا نقصد الكورينري ارتري ديزيز اوكي اوكي او تكون الخلل بالكهرباء اللي يعني الخلل بالالكتريسيتي مالت الهارت او يكون الخلل نسميه ستركتشرال يعني الخلل بالسكيليتون اللي نسميه ستركتشرال تمام تمام دكتور فاذا اذا 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 الكوزز اوف سدن كارديك ديث ايذر فاسكولار
الكتريكال اور ستركتشرال، نقسم هالشكل للسهوله. تمام دكتور، واضحه بالنسبه لكم؟ واضحه ان شاء الله. اوكي، فاذا نقسم الهارت الى مثل من المثل مالتنا، مثل البيت، نظام الماء، نظام الكهرباء، والهيكل، هيكله البيت. فاذا قسمنا فاسكولار، الكتريكال وستركتشرال. الفاسكولار مثل ايش شباب؟ الفاسكولار مثل ايش؟ كورونري ارتري ديزيز، مايوكارديال انفاكشن، كلاسيكال اكزامبل. اوكي، الكتريكال مثل ايش؟ الكتريكال وولف عافية عليك، وولف باركنسون وايت سيندروم. بعد اكو عندنا انهيريتد سيندروم نسميها اللونج كيوتي بروغادا سيندروم. بروغادا سيندروم دكتور، يعني اللونج كيوتي سيندروم، الكترولايت ديستربنسز، هاي كلها تاثر بخانه الالكتريكال. ستركتشرال مثل ايش؟ كونجنيتال هارت ديزيز. عافيه. بعد ام اي فاسكولار، مو قلنا اسكيميك فاسكولار، كارديوميوباثي. عافية. كارديوميوباثي. بعد فالفولار ديزيز. عافية عليك، فالفولار ديزيز. ومثل ايش الديزيز؟ كلاسيكال فالف كونكوس سدن دي، ايورتيك ستينوسيس. عافية عليك، ايورتيك ستينوسيس. بعد هيموريج سي في اي، هذا اكسترا كارديك، احنا بدنا نحكي كارديك. فيجيتيشن اورتيك ايفاكويشن، او عندنا الهايبرتروفيك كارديوميوباثي، دايليتد كارديوميوباثي، اي شيء ويا المصل. تمام تمام دكتور. اوكي اوكي، عافيتكم. عنده سؤال يعني سؤال فتشي مواضح. دكتور نعم. دكتور انا اذا جاني بيشنت كاردياك اريست يعني لازم احط له دي سي؟ يعني ما اعرف انه اني هو اذا كان اسيستول او شنو الكوزز مالته. حتى لو اسيستول احط له يعني دي سي وبعدين عاد اشوف الاي سي جي لا طلع لي فلات فاقرر بعدين شنو هو ممكن. تمام صح صح كلامك، تمام مضبوط. زين دكتور عندك نعم. احنا راح قبل ممكن نعمل دي سي ولا عندك ولا نشتغل له؟ يعني انت اذا صار اذا صار قدامي مريض اسيستول راسا يعني الكولابس سد لي بالشارع، انا هسه مثلا يعني اذا انطي يعني طالع انا بالشارع ولقيت مريض وقع قدامي ايش اسوي له؟ ما عندي دي سي، ممكن راسا انطي فيست يعني هيك يفد فيست شلون نقول فديت جمع على نشغل. نعم نشغل السي اي يعني سيركيوليتري تبقى اشوف البريثينج سي بي ار، اي سي بي ار نسميه. بس انا اول ما انطي فيست ليش شباب دائما احنا نقول وين نخلي فلوسنا على الاشياء الريفرسبل. انت اذا اسيستول وانطيته فيست ما راح تخسر شيء، لكن يوم اللي كان في اف يعني انا مرجع اثنين في اف بالسوق، واحد بالسوق مره وقع يعني شلون نقول، واحد مره كنت خفر بالانعاش بالدبليو سي يعني تكرمون وقع المريض يعني لحق يعني شلون تقول هذا لما يجيبوا الدي سي يوصلوا لك اياه قد تخسر هوايه وقت، صح ولا لا؟ صحيح. وهسه انتبهتم انا ايش قلت لكم كل دقيقه نتاخر احنا نخسر 10% من السكسس ريت مالتنا بانقاذ المريض اللي ويا بي تي او في اف يعني فينتيكولار تكاردياز او فينتيكولار فيبريليشن. تمام دكتور، سؤال عندك من نسوي له سي بي ار؟ عندك يعني احنا نسوي مثلا سي بي ار بهذه الحاله 120 ضغطه يعني هذا موضوع ثاني، مو 120 ضغطه، اكو يعني 15 1 32 يعني كومبريشن بريثنج ريت، هذا موضوع ثاني. هو دكتور دقيقه يعني هذا موضوع ثاني احنا ماشي دكتور ماشي، هذا موضوع ثاني لازم نعطيكم اياه بالتفصيل براكتيكلي يعني تشوفون يعني بيشنت او اتليست يعني شلون نقول ميليكان حتى تفهمون شلون الويز of compression. اوكي شباب احد عنده سؤال؟ عنده فتش مواضح؟ لا دكتور اوكي شباب اريدكم خلال 10 minutes تجاوبون هذا السؤال على الكلاس. اوكي
ان شاء الله. يلا شباب واللي نلتقي الاسبوع القادم نبدا بالمحاضرات لكلين... يعني لحد الان احنا بدنا ناخذ يعني شلون نقول الابروتش التولز البريزنتنج سيمبتومز اوف ذا كارديوفاسكولار. ان شاء الله الاسبوع القادم نبدا بموضوع الهارت فيلر ان شاء الله.